مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي كرير؟ ما هي ميزات كرير؟ ما هي كرير؟ عملة معمات سريعة وآمنة تعتمد على باينانس سمارت تشين وميلتي تشين وبوليغون وترون. ما هي ميزات كرير؟ كرير هي شبكة دفع مالية لا مركزية تعيد بناء كومة الدفع التقليدية على البلوكشين. تستخدم سلة من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية. تم تصميم داب بغرض توفير فائدة أساسية للمستخدمين تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الأطر والوحدات المالية ملائمة التي تم بناء نظام كرير البيئي عليها. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.